يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا ببداية الأسبوع الجديد عبر شاشة سما الفضائية. صباح الدفى إن شاء الله يا رب، رغم الطقس وموجة الباردة اللي عم تمر على شرق المتوسط. صباح الخير يا رنا. صباح الخير. صباح الخير ورد، وصباح الخير لكل مشاهدينا. إن شاء الله يومكم بيكون مليان بكل خير وأمل وتفاؤل. يعني سقعة كثير من الصبح، اللي لسه ما طلع من بيته سقعة كثير، يمكن حوالينا كله ثلج، فمشان هيك عم نسقع عم يجي هوا الثلج تمام، وبقلب البيوت لسه بحس أبرد من برا، يعني العالم لسه اللي قاعدة بالبيت، يعني الله يعينها مع قطع الكهرباء ومع هيك، يعني ما في مازوت مع كل شيء، فنتحمل هالظروف. ان شاء الله يومكم بيكون كثير حلو. اكيد ما بدنا ننسى نصبح على الشيف سناء اللي يوميا عم تكون موجوده معنا ضمن حلقتنا. صباح الخير شيف. صباح الخير يا شيف. صباح الخير. شو عملتي لنا اكله اليوم؟ عنا برازق وغريب. برازق وغريب. برازق وغريب يا عيني. كل حدا بيجي على الشام بوصوها برازق. لازم ياكل برازق وبوصوها على برازق. بوصوها برازق بس بياكلها هون وبياخذ معه سفري. طيب هلا رح نعملها نحن مثل ما بتنعمل بالسوق ولا بيتوتية بطريقه ثانيه؟ لا مثل ما بتنعمل بالسوق. اوكي، معناتها كل ستات البيوت جهزوا الورقه والقلم لتكتبوا المقادير وتتعرفوا على طريقه التحضير من بعد شوي. شكرا شيف. شكرا شكرا كثير شيف. يعني مشاهدينا هالوصفه اكيد رح نتعرف على طريقه تحضيرها بلمسات الشيف سناء، اكيد بالاضافه لوصفات ثانيه ضروري نعرفها من عالم الطفل والاسره والصحه. تقارير متنوعه بحلقتنا لليوم، خليكم معنا. يعني ما في احلى من انه نبدا صباحنا مع ابتسامه الاطفال وتحديدا المواليد الجداد يلي منراقب كل تفاصيلهم وحركاتهم باهتمام وشغف. سبب الضحك عند الاطفال الرضع بكثير من الحالات ممكن يحير الاهالي، بيكون صح. الطفل لحاله عم يضحك فجاه، بنقرب عليه بصير بالعكس عم يبكي. الجواب وراء هالظاهره بلسان الخبراء بهالتقرير. الكتار من الأهالي أول ما يخلق عندهم طفل بيحبوا يقعدوا ويتفرجوا على تفاصيله، كيف بياكل، بيشرب، بيصحف وبينام. والأغلب لاحظوا إنه الرضيع بيبتسم بكتير من الأوقات بكل براءة، هو ونايم أو حتى هو وصاحب لحاله، فبيتساءلوا شو السبب؟ حسب الدراسات الضحك والابتسامة عند الطفل هي مؤشرات لفهم عالم الكبار، فالأطفال بيضحكوا لمحاولة التفاعل مع أي شيء مستغرب بالنسبة لهم أو غير اعتيادي. وحددوا الخبراء ثلاث أنواع للابتسامة يلي بتعتبر رسالة من الرضيع للأهل. الابتسامة الانعكاسية تلاحظ عند الطفل خلال نومه بالأيام الأولى من ولادته، وبيفسرها المختصين بأنها إيماءات فطرية وما بتعبر عن أي مدلول عاطفي. وكمان في ابتسامة الاستجابة يلي بتحدث عادة بعمر الشهرين، وغالبا بتكون استجابة للتجارب الحسية أو الأشياء يلي بتعتبر عند الطفل ممتعة، مثل استماع لصوت هادي مألوف بالنسبة له. ومن أنواع هالابتسامات ما يسمى بالابتسامة الاجتماعية، بتبدأ بالأعمار ما بين 3 و4 أشهر، وهي بمثابة رد فعل الطفل بانتباهه للأم وحركاتها. حسب الخبراء هالابتسامة دليل على بداية تطور مهارات التواصل عند الطفل بتفاعله مع الآخرين. وبعد عمر 4 أشهر بتتطور استجابة الطفل للأشياء يلي حواليه، وبيضحك ليتناغم مع لمسات الأهل المختلفة يلي مثل الدغدغة واللعب. رح نروح نحن وياكم لعند الشيف سناء ونشوف مثل ما خبرتنا حتعمل اليوم برازق وغريبة، لنشوف شو المقادير وطريقة التحضير. تفضلي شيف. يلا حنبلش. أول شي عنا بالبرازق، شو في عندي للبرازق؟ عندي فانيليا، ربع كاسة سكر خشن، ربع كاسة مي، عندي هون معلقتين قطر طحين متعدد الاستعمالات ما بيأثر، يعني أي نوع طحين. عندي سمنة نباتي أو حيواني كمان اثنيناتهم، أو بحسن أخلط بيناتهم. هلا أنا لطبقة السمسم اللي فوق بدي سكر، بدي قطر، بدي سمسم بدون تحميص، وفستق حلبي للزينة إن وجد. هلا أول شي حنبلش بخطوتنا، أنا عندي السكر والمي هأخلطهم مع بعض.
حاول انه ذوبهم كثير منيح. هلا اذا عملتوا هاي الخطوه قبل بيكون اسهل. بدي عندي يدوب السكر كثير منيح، يعني افضل كل ما ذاب السكر كل ما افضل معي. فكرة انه اذا ضل عندي سكر حبيبات ممكن يقسي لي اياها للعجينه، بقى كل ما انا ذاب عندي السكر حاشتغل هون حتى ما اوسخ الدنيا بيكون افضل. هلا انا للبرازق اليوم حاستعمل سمسم بدون تحميص. الفكرة انه بده يفوت رد على الفرن بده يرجع رد يتحمص. اذا استعملنا نحن السمسم محمص اوريدي بده يرجع رد يفوت على الفرن بده يرجع يحترق. هلا حناخد هلا هاي طحين حننزل بالسمنة ننزل بالفانيليا خلطهم كتير منيح مع بعض بإيدنا بالعجانة ما بتفرق اللي بدكن اياه، يعني بتشتغل هيك تشتغل هيك. هلا يفضل انه العجينة تكون من قبل بنهار مساواية، دائما حبة الطحين بترتاح وقت اللي انا بشتغل فيها من قبل بيوم، يعني بس بساوي العجين وبترك التشكيل لتاني يوم. حاول بدي ما بدي خلي ولا حبة طحين ما تاخد السمنة قد ما فيه، هيك بعجنهم كلهم مع بعض. طوال ما انا ما عم حط مي لسه عجينتي بتقبل انه انا ادعكها، او انا هيك حاول انه اخلطها مع بعضها. متى ما اخذت المي خلص بحاول انه بس لفتين ثلاثه وبس بوقف. حتى انا عندي دائما الطحين الجلوتين اللي بقلب الطحين ما بيشتغل غير بالمي، بقى انا بس لنزل الماده السائله او المي بحاول انه ما كثير كتر بقى عرق. هلا هيك تقريبا اخذتهم كلهم، هننزل بالمي والسكر مع بعض، ما بنزل بالكميه كلها، بخاف انا عندي الطحين دائما عيار الطحين بيفرق بين الصيف والشتاء، بقى ما بحاول انه انزلهم كلهم. هلا اول شيء بتلاقوها العجينه شوي طريه بعدين بترجع بتغب. هلا هيك يعني تقريبا هيك بتوقع كافيه لإلها. هلا حننزل بالاخير معلقتين قطر. القطر بيعطيها لون حلو للعجين، بيعطيها قرشه. هلا هيك صارت عجينتنا منيحه، شايفين هيك بدها توصل لهي. حننزل بالقطر معلقتين قطر هيك كبار اخر شيء، بس هيك عجنه بسيطه كلها مع بعضها تتبلغ وسريعة، ما كتير بدي أعرق. وحنبلش نشكل عنه. هلأ شوفي عندي أنا هون، أنا هون عندي السمسم، شيل هدول من وشنا. هون عندي السمسم اللي بدون تحميص، هننزل عليه معلقتين ثلاثة قطر لنشوف قديش بده ياخد. هون عندي سكر عادي، سكر حبيبات بس حبة ناعمة، يعني ما كتير حبة خشنة. السكر وقت بفوت بقلب الفرن بقوم بيعطيها هيك لون أو كرملة. أنا هيك بس بدي اياه هون يتبرغل ويصيروا، مشان هلا وقت تاخد حبة البرازق ما يهروا منها. هنبلش ناخد شقفة عجينة صغيرة. تمام أنا وضعي هيك، احاول انه اكورها. هلا تقريبا حبه البرازق مو اكثر من 10 جرام، حاول انه انا هيك اخذها صغيره. حط هون عندي شويه فستق، باخذها من هون من تحت الفستقه وبرجع رد قد ما في بضغطها لتاخذ عندي كل السمسم اللي انا بدي اياه. حنحطهم هون، رد بنرجع حبة تانية، باخد من سفلة هيك من اسفل القطعة، برجع رد بضغطها من هون، منه انا ببططها للحبة، يعني منه بعطيها انا مساحة ومنه بتكون اخذت السمسم اللي انا بدي اياه. كمان بحاول هيك اضغطها من فوق حتى السمسم انا وقت بدي فوته على الفرن ما تهر. هلا هيك تقريبا
كل ما كانت الحبة أنعم كل ما أطيب وكل ما أفضل. ال كانوا من زمان برجب وشعبان دائما كانت هاي التحلاية والضيافة برجب وشعبان، وهلا نحن جايين على رجب وشعبان. دائما كانوا حتى كانوا من زمان يسووا الحبة كبيرة، يعني ما يسووا هيك نعمة، هلا من جديد عم يسووا نعمة. كان القرص هيك هالقده، يعني حطوا قرصين يقوم يشبع الشخص فيهم. تمام، هلا هيك حفوتهم على الفرن انا على درجة 200، بدهم فرن حامي قد ما كان فرن حامي حتى ما تنشف عندي القطعة، وبعدين بطلعهم خليهم ليبردوا وبعدين بقدمهم. هلا هيك تقريبا انا خالصة عندي. هلا هيك حنخالصين، حنرجع لعند الشباب وبنرجع بالفقرة الثانية بنقدم الغريبة ونساويها سوا. شكرا يا شيف، شكرا يا ورد. شكرا كثير شيف، يسلم ايديكي. مشاهدينا، يعني الطفل الثرثار وناقل الكلام، كيف ممكن نتعامل معه؟ هذا عنوان فقرتنا التاليه، ولكن بالبدايه رح نتعرف نحن وياكم على دراسه امريكيه طريفه قالت بانه الحكي الكثير عند الطفل واستعماله للكلمات غير المفهومه ممكن يكون مؤشر على امتلاكه لميول ادبيه او حتى خطبيه. خلونا نتابع سوا. يعني مثل ما شفنا هذا الطفل الثرثار اللي بيحكي كثير، فما بالك يا رنا اللي بكذب اهله لما بيكونوا قاعدين عم يحكوا سيره عن بيت جده مثلا. الطفل بيقول لها ماما يعني لا ماما مو هيك انت حكيتي، حكيتي هيك. او اللي بتقول له مثلا بتصير امه هلد قدامه تماما، او اللي بيقول له بتقول له خالته تعال شوف احكي لي شو عملت امبارح، بيفتح لها شيء صار وشي ما صار. وهي شكوى بنسمعها على لسان كثير من الامهات، ابني بيحكي كثير، بيحكي بسرعه وبصوت عالي، واوقات بينقل حكي، وهذا يلي بسبب ازعاج ويمكن احراج لكثير من العائلات. طبعا نحن اليوم حنوضح اكثر بفقرتنا شو هي اسباب كثره الكلام عند الاطفال ومين هو الطفل الثرثار. هل كثره الكلام عند الطفل هي بتكون طبيعيه، وامتى بيتطلب هذا الموضوع علاج؟ كل هذا واكثر رح نحكي فيه مع مريم الشيشكلي، اختصاصيه نفسيه ومعدله لسلوك الطفل. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الخير استاذه، اهلا وسهلا فيكي. يعني كل الامثله اللي حكيناها بالمقدمه واقعيه،
وعشناها ويمكن عم نعيشها. كثير من الأطفال بسببوا إحراج لأهليهم لأنه بيحكوا كثير قصص ما لازم يحكوها. مين هو الطفل الثرثار؟ هلا خلينا اول نشوف الطفل ببدايه حياته من امتى ببلش يحكي. تقريبا من عمر 3 سنوات حنقول وسطيا، يعني لعمر 5 سنوات ببلش يعبر من خلال الكلام. بالبدايه كان يعبر بحركاته بشويه اصوات، لكن من خلال الكلام صار شيء جديد عليه، فبتلاقيه هو انفتح بموضوع الكلام، فهذا طبيعي هذا السن. ولكن من عمر 5 سنوات للسبعة المفروض يبلش يضبط بعض الامور احيانا. انما الطفل اللي عنده فرط كلام ما بيقدر يضبط نفسه نهائيا، منلاقيه هو طفل وكأنه حيوي ونشيط كتير، حركته ممكن تكون زايدة شوي، فهو ما بيعرف حدوده. يعني ما بيعرف حدود انه انا هون لازم اسمع ولا لازم احكي. هو في عنده كتير من الاشياء بعقله كلها بده يطالعها من خلال الكلام، فبتلاقي عم بيحكي يحكي ما عم بيقدر يسمع، ما عم يسمع لحدا. طيب اذا نحن عم نفترض انه الطفل بال3 سنين تقريبا هو ببلش يركب جمل يحكي، بنشوف بهي المرحله الطفل عم يحكي في كلمات ما بتطلع معه صح، بيحكي شوي هي من الا دائما هيك انه بيكون مهضوم حكي الولد بهي المرحله. من هون ببلش الحكي الكثير، يعني من هي المرحله فينا نعرف انه هذا الطفل هو ثرثار وبيحكي كثير ولا لا؟ تماما وقت. لا تماما، ممكن من بدايه كلامه ببلش يحكي، بس هو يعني هون بصير في شويه تخلط لانه ببدايه الكلام طبيعي كل الاطفال يحكوا كثير. ولكن خلينا نقول من 5 سنوات وفوق المفروض انه يبلش يضبط نفسه شوي، يسمع شوي وبعدين يحكي شوي. فمنلاقي لا هو ما له قادر ابدا انه هو يضبط رغبته بالكلام، فمنلاقي انه هو عم يحكي كثير، عم يفوت بمواضيع، يعني بيكون هو عم بيحكي بسياق معين بنلاقيه فات بسياق ثاني، فالقصص فاتت ببعضها، تخربطت القصص بقلب بعضها، فمنلاقي انه هو ما عنده قدره يميز انه انا هلا خلصت الموضوع، هذا اللي بدي احكي فيه، نسي شو كان عم يحكي، يعني صارت القصة مخربطة بقلب بعضها. يعني بيحكي لمجرد يحكي. تمام. ممكن يكون سبب من الأسباب حب لفت الانتباه، ممكن يكون التشجيع بالوقت الخاطئ من الأهالي. طبعا. ممكن يكون أسباب تانية وراء، شو طبعا. السبب؟ هلا أكيد لفت الانتباه من أحد أهم الأسباب، فهو بيكون طفل ما له شاعر بأنه هو في عنده ميزات معينة، أو مو لأنه هو مو شاعر، يعني الأهل ما لهم بارزين عنده هاي القدرات أو الميزات اللي موجودة عنده، فبيلاقي أنه بالحكي الكتير عم يتجهوا له، ولو كانوا عم يتجهوا بأنه هن يسكتوه يقولوا له حاجة تحكي حاجة تقر، عم ياخذ اهتمام معين بهي القصة فهي من أحد الأسباب الكتير مهمة. هلأ في سبب آخر هو عند الطفل الحركي، طفل فرط النشاط. هذا بقى بيبقى عرض جدا مهم وواضح. هذا الطفل هو مندفع، عنده اندفاعية، ففي عنده كتير من الأفكار، بياخذ كتير من الأفكار بده يطلعها كلها، بيطلعها إما بالحركة أو بالكلام، فهذا العرض كثير مهم. هذا بيدل على انه هو عنده فرط نشاط. انه الطفل اللي بيحكي كثير ممكن يكون لاحقا او حاليا عنده فرط نشاط. طب هالحاله الاهالي في تصرفات خاطئه بيعملوها مع الطفل مثل اول شيء اسكات الطفل، هي من احد التصرفات الخاطئه جدا، يعني وبطريقه مهينه احيانا، انه انت بتحكي كثير خلص وجعت لي راسي، خلص حاجه تحكي سكوت. هلا هي من احد الاشياء. في اهل بيقولوا انا ما بدي سكته، ولكن بتتجاهله، يعني الام بتكون ملتيه بشو عم تهز براسها، بس هي ما لها سمعانه بالنهايه، فهذا بيحرض الطفل على انه هو يحكي بزياده. يعني هي الطريقه بالعكس ما بتسكته، بالعكس بتخليه انه هو يحكي بزياده، فهي من احد الطرق الخاطئه. ففي هو في اساليب معينه لازم تستخدم لحتى نخلي الطفل يحد من هذا الموضوع. طيب حنحكي هلا اكيد خلال الفقره كيف نحن بنتعامل مع الطفل بهي المرحله، وكيف فعلا بنقدر نضبط هذا الطفل. رح نروح مع المشاهدين لنشوف استطلاع صغير، يعني مثل ما قلنا اوقات كثره الكلام عند الطفل ممكن يحط الاهل بمواقف محرجه، وخاصه لما يكون طفلهم بينقل كلام. رح نحكي عن التعامل مع هالحاله بوجه الخصوص من بعد ما نسمع راي الناس بهالموضوع. لما ابنك بينقل حكي او بيخجلك قدام حدا بسبب قصه معينه، كيف تتعاملي معه؟ لا ابدا، اولادي ما بينقلوا حكي ابدا ابدا. انا بتمنى احيانا اذا صار موقف قدام بس يخبروني فيه، هني ما بيقولوا لي شيء ابدا، يعني بس الحمد لله، يعني مثال ترباي الحديثه والرائعه. هلا لازم يعرف هو شو عواقب الفعل اللي قام فيه، يعني فبدك تفهميه انه انت عملت هيك 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 صار، فبدك تدير بالك المره الثانيه ما تقع بنفس الغلطه. يعني هو ما في مجال للتراجع عن الخطأ اللي قام فيه، بس انه بدك تكشفي له العيب او الخطأ اللي صار مشان هو يداركه ثاني مره. لا انا عندي بنتين ما بينقلوا لا حكي، ما عندهم هالقصة. يعني شو بيصير بالبيت ما بيحكوا قدام؟ لا طبعا لا، يعني اكيد بكون منبه عليهم انا، يعني انه انت عبرتهم دائما انه لا هي القصص ما عندنا اياها نطلع لبرا. شلون؟ يعني ما صار معي صارت هيك قصة يعني. طبعا بدي فهمه انه هذا شيء غلط،
طبعا بس مو قدام الناس، بترجعي على البيت بتقعدي معه بتحسس بتفهمي انه واحد اثنين ثلاثة، ما بصير تقاطع اذا كنت عم بحكي مع حدا كبير، ما بصير تتصرف هيك. يعني مثل ما شفنا كثير من الاهالي قالوا انه فعلا بسبب احراج وفعلا بنحتار كيف نتعامل معه للطفل اللي بيحكي كثير، لدرجة الام بتخاف تصير تبعت مثلا اولادها مع ابوهم بزيارة لانه هذا الولد جاهز لا يعطينا التقرير اليومي. وهي من باب الدعابة عم نحكي ولكنه واقع. تمام. كيف التقنيات الصحيحة للتعامل مع الطفل اللي بيحكي كثير حكي ما لازم يحكي؟ تمام، يعني بنقل الكلام، عم تحدد هون بنقل الكلام. تماما. تمام، هلا هون الطفل أول شغلة الطفل بيتعلم بالنمذجة، يعني بيكون الأب والأم هن نموذج قدامه وهو عم يتعلم، أو المحيط القريب جدا منه. فإذا كان أحد الوالدين بيقرر الطفل بوقت من الأوقات شو صار معك وحكي لنا وكذا، فهذا بيكون تحريض له على أنه هو هي وسيلة عم يتواصل هو فيها. لكن يعني من جهله بهالقصص هي، فبيشوف أنه مين عم بيستخدم هالأسلوب معه، إذا هذا جيد فأنا لازم أنقل من مكان الحكي من مكان لمكان. الطفل إذا ما حكى بكافئه ليحكي، يعني تماماً. إذا حكيت لي بعطيك بيرشو بمعنى يعني. إيه تماماً. هلأ أحد الوسائل أنه هو نعلم الطفل آداب الحديث، انه لا ماما انا هلا صار دور انا اني احكي، او هلا صار دور اخوك انه يحكي. واداب الانصات الفعال، فهي من احد الاشياء اللي مهارات اساسيه يعني ممكن انه احنا نعطيها للطفل بخطوات معينه. تمام. طب نحن هون امتى بنشوف انه هون المشكله فعلا كبرت؟ يعني احنا حكينا انه بين تقريبا 5 سنين ل7 سنين. تمام. بيكون الطفل اكتسب اللغه وصار يحكي وكل هدول الاشياء. هون بهي المرحلة نحن إذا شفنا أنه هذا الطفل فعلاً هو بيحكي كتير، ممكن ينقل حكي. طبعاً الطفل ما بيكون عنده نية سيئة بهذا الموضوع، بيكون عم يحكي بشكل عفوي. كيف نحن هون لازم نحتوي هذا الطفل ونتعامل معه بشكل صحيح؟ تماماً، أكيد هو بده احتواء مثل ما قلنا. هلأ أول شغلة لازم نسمع للطفل، يعني نحن الطفل اللي عنده كلام كتير عنده طاقة كتير، فأنا وقت بسكته كأنه عم أقول له أنه أنت احكي بزيادة، فأنا المفروض حدد أوقات للطفل بالنهار أني أنا أسمعه. وهذا الشيء شفنا بكثير من الحلقات كنا عم نحكي على أنه العلاقة الجيدة بين الأهل والطفل، موضوع إشباع الحاجات النفسية. هذا الطفل اللي بيحكي كثير ما له شاعر بالحاجة، ما له مشبع عنده حاجة القبول، فهو بيبقى عم يحكي لحتى يقول لهم أنا موجود شوفوني انتبهوا علي. فالمفروض نحن نحتوي نسمعه كثير، ولكن بأوقات معينة نقول له أنه في خصوصية بالبيت، أشياء يعني بتحصل فأنا بعلمه أنه هون في خصوصية، هي الأشياء هي ضمن البيت، ما المفروض أنه إحنا ننقلها لبرا. ممكن أنا بعض الأحيان كأم أعمل بعض الأسرار بيني وبين الطفل، هذا من نوع التدريب، بحكي له شيء صار مثلا معي وبقول له هذا سر بيني وبينك، لحتى علمه أنه في أشياء بتنحكى وفي أشياء لا بدها وقت، يعني بدها خصوصية، هي ما بينفع أني أنا أنقلها لبرا. فهي يعني طريقة تعامل، طريقة إخبار للطفل أنه هي من آداب الحديث. يعني المفروض الطفل اللي عنده طاقة عالية للكلام ما بيقدر يلقطها. هلا الأطفال اللي ما عندهم هي الطاقة العالية بيقدروا أنه هن يلقطوا من خلال المراقبة أنه أي هي الأشياء ما لازم أقولها، لكن هذا الطفل اللي عنده فرط كلام هو مشغول بهذا الأمر، فلازم يكون في تدريب لهذا الطفل على أنه يضبط نفسه بهي القصص. تماما. وعلى العكس تماما بيكون في بعض الأهالي عم يتابعونا بيقول يا ريت طفلي يحكي، طفلي خجول جدا، ما عنده مهارات تواصل، ما عنده هيك أريحية بالحديث بالزور ليحكي كلمة يمكن بالصف أو حتى بالبيت. طب خلينا بالطفل هلأ اللي عم يحكي كتير. كتير من الأهالي بيلاقوا أنه طفلين يمكن بيناتهم سنة بس، 6 سنين و5 سنين، طفل كتير بيحكي وطفل على النوع الثاني اللي هو خجول أو منطوي على ذاته، مع أنه عايشين بنفس البيت، عم يتربوا نفس التربية، أهليهم نفس الأهالي. تمام. حتى يمكن بنفس الصف قد يكونوا بالمدرسة. شو السبب الفروقات الفردية الموجودة؟ تماماً. هي أحياناً بيكون نمط شخصية عند الطفل، هذا طفل نمط شخصيته أنه هو حركي نوعاً ما، أنه هو مسار بشكل عام، وطفل آخر نمط شخصيته هادي. فهون أحيانا هاي إذا كانوا أخين بنفس البيت فهي العلاقة بنمط الشخصية، مو العلاقة بالتربية بشكل عام، ولكن هذا بتصرف معه بطريقة وهذا بتصرف معه بطريقة تانية. هذا بشجعه على أنه هو يحكي، الطفل الخجول اللي هو ما في عنده قدرة على أنه هو ياخد يتواصل بالكلام، هذا الطفل اللي هو بيكون عالمه الداخلي أكبر من عالمه الخارجي، هو بيعيش مع داخله أكثر مما يعيش مع برا، بينما طفل فرط الكلام هو طفل بيعيش عالمه الخارجي هو أكبر،
فبتلاقي انه هو عم بتواصل مع الاخرين من خلال الكلام. هلا احيانا كمان ممكن يكون السبب انه هذا الطفل اللي عنده فرط كلام هو عنده قلق. تعبير عن قلق داخلي موجود عنده، خايف. فهو وقت اللي بيسكت معناها عاش مع حاله من جوا، هذا مخيف بالنسبه له. فهو بيحكي بزياده لحتى يضل يعني تواصله مع الخارج، خايف يفوت لجوا. فهذا الطفل المفروض انه انا اشبع عنده الحاجات النفسيه لحتى نتخلص من هي المشكله. تمام. طيب في نقطة هون ذكرناها يمكن خلال الحديث، هو الطفل اللي ممكن يحرجنا قدام العالم. هون احنا قدام العالم كيف لازم نتعامل مع هذا الطفل؟ يعني في اهالي كثير بيحكي الطفل شيء معين، ولد صغير يعني بيخجلوا الاهل، فبيصيروا بدهم يبرروا الموقف او الجمله اللي حكاها هذا الطفل، بيحاولوا يبرروها بطريقه مهضومه. طبعا هي بتكون من تحت لتحت، الام عم في تهديدات تماما طول بالك نرجع على البيت. هون عن جد الاهل شو لازم يعملوا؟ يعني نحن قدام العالم مثلا حتى الطفل شيء محرج، طفل صغير، نحن لازم نسكته، لازم نوبخه قدام العالم، ولا لازم هذا الشيء يكون بالبيت؟ هلا دائما الاهالي بيطلعوا على حالهم وعلى قدرتهم على التربيه من خلال اطفالهم، فوقت الطفل بيحرجهم فهذا بيمس عندهم قدرتهم على التربيه، يعني هذا وكانه هو بيكون انعكاس على انه انتم كيف مربيينه، هيك هن بيشوفوا الوضع، وانما يعني الافراد اللي قاعدين عم يسمعوا الطفل بيقدروا يقدروا انه هذا صغير. فاحراج الاهل احيانا بيكون فوق الحد، لكن نحن ممكن انه اذا كان هو عم بفوت بسيره ما المفروض يقولها، يعني عم يفوت باسرار البيت، فانا ممكن ناديله على جنب واحكي معه. أو وإنما أنا إذا بدي سكته قدام العالم بطريقة مهينة، فأنا هون يعني عم لبي عنده حاجة لفت الانتباه ولو إنه بطريقة سلبية، فهون حيحكي بزيادة وعم أكد حديثه قدام الناس، يعني إنه مضبوط ابني هيك عم يحكي وأنا اللي كنت عم بحكي غير الحقيقة. ما ضل غير نتشكرك لوجودك معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لإلك. يسعد صباحكم عن جديد. طموح الإنسان ما له حدود، وخاصة إذا كان عم يسعى باستمرار ليطور ذاته ويستفيد من موهبته بنشر رسالة حب وسلام لكل العالم، وهذا الشيء يلي أثبتته لنا. من خلال حسها الهندسي العالي يلي صقلته بموهبتها بالرسم، تميزت لانا سرادار ابنة 23 عام بقصة مميزة. براءتها وهدوءها انعكس على فنها، فقدمت لوحات تحمل معاني ورسائل كثيرة. كل شخص لما يولد ويكبر شوي بيكتشف بحاله مواهب معينة أو بحس حاله عم يميل لشي هواية. فأنا وصغيرة كنت كتير حب أرسم، كان في عندي نقطة قوة إنه دراسة الهندسة المعمارية فيها تحدي هو الرسم بالإيد، يعني مهارة الرسم. فأنا فكرت بهالموضوع أكتر من غير مجالات لأنه عندي هاي نقطة القوة هي. هلأ أنا أول شي بلشت، أول شي بس اختصيت بورتري بالفحم، وهون كانت بداياتي يعني. بعدين حبيت أطلع من هاي الدائرة وبلش بشي تاني، عم جربت أرسم بألوان الأكريليك مشاهد طبيعية وطبيعة صامتة. حملت العديد من رسوماتها طابع إنساني، فاستطاعت أنه تحول مشاهد الألم لأمل لتصلح المشهد وتعيده للحياة من جديد بنظرة مستقبلية مشرقة. حبيت كفنانة استغل فني بطريقة فيد غيري أكثر ما أنا استفاد، يعني أنه ما حدا بيستفاد من مأساة شخص تاني. فحبيت أنا أنه كان عندي ثلاث أهداف،
يا أما ازرع الأمل، يا أما سمع صوتنا أكثر للعالم، وكمان حسس الشخص الثاني إنه نحن معه وداعمينه. في 2015 عملت انستغرام اكاونت وفيسبوك بيج وسميته، يعني فيك تقولي عملته مثل براند صغير إلي اسمه My Art Diary، اللي هي مذكرات الفن. فضليت يعني أول فترة شوي شوي ما كتير انشر شغلي، بعدين آخر شيء يعني يمكن من سنتين صرت إنه جرأت أكتر أعرض شغل أكتر. طموح ما له حدود وإرادة قوية وأمل بالمستقبل عم ياخذ بإيده لتحقق حلمه. أكبر طموحاتي هو أهم واحد، إني أتطور أكثر بمجال الهندسة المعمارية وأفتح مكتبي الخاص، وكمان أفتح أتليا خاصة بالرسم. رجعة جديدة لعند الشيف سناء لحتى نشوف يمكن عملت برازة الشيف بأول قسم، لنشوف الغريبة كيف رح تكون طريقة تحضيرها. تفضلي شيف. يلا حنبلش أول شيء بالغريبة. هون عندي طحين، عندي تقريبا 500 جرام، عندي 250 جرام زبدة نباتي أو حيواني اللي بدكم إياه، عندي هون 6 معالق سكر بودرة منخولة كتير منيحة، تقريبا بيطلعوا تقريبا 200 جرام، عندي معلقتين قطر وفانيليا. أول شيء شو حنبلش؟ حنزل الطحين، خلي شوي ننزل بالسكر البودرة، مع الفانيليا. الفانيليا حاولوا وقت بدكم تختاروها لهالوصفة تكون السكر تبعها ناعم، يعني ما تكون الفانيليا المخلوطة بالسكر الخشن. فكرة انه الغريبة من انواع العجائن اللي كتير حساسة للسكر، اذا كان في عندي سكر حبيبات بتقسى. هيك بنخلطهم هيك كثير منيح مع بعض، بعدين بننزل السمنه. ما بتاخذ ابدا مي، ما بتاخذ ابدا سائل غير السمنه. هنخلطهم هيك مع بعض لحتى تتجانس العجين. هلا هي العجينه يفضل انه تكون بالبراد قبل بوقت، يعني انا بعجنها بحطها بالبراد بعدين بشتغل فيها قد ما في، هيك بعجنها منيح خليها تتبلغ كلها من السمنه. بدها جهد شوي، يعني اذا حطيناها كمان بالعجلانه ما بتاثر. هلا اخر شيء انا بنزل بالقطر، القطر بيعطيها لون حلو بقلب الفرن، بتعطيها طعمه هيك طيبه، واكثر شيء بيحطوا لها القطر للغريبه بقشطه. هلا هون حننزل بالقطر تقريبا معلقتين، شوف اذا احتاجت كمان برجع بضفلها. تمام هلا هيك منيحه، حاخد شقفه انا، حاول انه نعجنها شوي على رخامه عنا هيك قد ما فينا، ما فيها مي مشان هيك قد ما عجنتها انا ما بتاثر، الجلوتين ما حيشد عندي. بعدين شايفين شلون ملمسها كثير ناعم، حاول ساويه هيك طويله. قصة أنا الأحجام اللي أنا بدي إياها صغيرة كبيرة اللي بدكم إياها، كل ما كانت ناعمة كل ما أفضل. بعدين باخد قطعة بكورها هيك بإيدي، خليها من النص سميكة ومن جنابها شوي رقيقة، حاول إنه أنا لفها طبقها على بعض. بعدين جيب حبة فستق حطها هيك بالنص. إذا نحن ما زبطت معنا اللفة ممكن أنا
نسويه مثل حبه ال حبه ال الباتيفور وحطها فوق منها، يعني انه انا اعملها هيك دويره، بعدين برجع بعطيها انا هيك ضغطة بإصبعتي هيك من هون ومن النص، وبحط لها أنا حبة الفستق هون إذا أنا مالي حابة أعملها بالشكل التقليدي تبعها. هلأ هيك تقريبا أنا حكمل القطع اللي عندي قد ما في، هيك بحاول إنه أنا أشتغل فيها بنعومة، برجع بلفها هيك مع بعضها. كل ما كانت الحبة ناعمة على فكرة كل ما أطيب. حبة الفستق هيك هون بالنص مطرح، أنا عندي مطرح مطرح ما لفيتهم القطعتين على بعض. تاكل بالفرن وقت كتير قليل، فرن حامي بده يكون، ما المفروض كتير تغمق، يعني المفروض تضل بيضة. كل ما كانت القطعة بيضة كل ما أفضل وأطيب. فرن حامي دغري بتفوت. هلأ يفضل إنه أنا بس لخلص الصينية فوتها على البراد، تقعد تقريبا بحدود الربع ساعة أقل شيء للنص ساعة، وبعدين برجع بطلعها دغري على الفرن من البراد على الفرن دغري. نحن هيك حنكمل هلأ قطعنا وبنرجع للشباب. أوكي، هلأ أنا انبسطت لأنه الغريبة، أنا من أنصار الغريبة. أنا من جماعة، خلص اتفقنا، أنت أنا من جماعة برازي اليوم، ممتاز. شكرا يا شيف. شكرا يا ولد. سلم إيديك يا شيف. مشاهدينا يعني كثير من الأهالي بيزوروا عيادات الأطباء لحتى يسألون عن نمو أبنائهم، وهل هذا النمو هو طبيعي ولا هو دون المستوى المطلوب، على الرغم يمكن من كون قصر القامة هو موضوع ما هو خطير صحيا، ولكن الناس ممكن تهتم فيه لأسباب نفسية وشخصية. صحيح، وبحالة الحيرة يا رنا يلي بترافق الأهل بوقت نمو طفلهم، بيجي دور الطبيب ليوضح أسباب قصر القامة وضعف النمو ويقدم الحلول والعلاجات. لهيك بيسعدنا اليوم نستقبل الدكتور زياد زودة، استشاري بأمراض الغدد الصم والسكري، لحتى يقلنا شو الطول المناسب لكل فئة عمرية، شو الأسباب وراء قصر القامة، وشو الحلول. صباح الخير يا دكتور. يسعد صباحك. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا. يعني دائما هذا السؤال بيخطر على بال الأهل، هل أنا ابني عم يطول صح، عم يطول مثله مثل أبناء جيله خلينا نسميه أو اللي بيكونوا بعمره، شو هو الطول الطبيعي للأطفال بكل مرحلة عمرية؟ بس يولد الطفل طوله تقريبا وسطيا 50 سنتيمتر، بيكسب بالسنة الأولى 25 سنتي، يعني بس يصير عمره السنة لازم يكون طوله 75 سنتي. بالسنة الثانية والثالثة بيكسب 10 سنتي كل سنة، يعني بنهاية السنة الثانية صار 85، بنهاية السنة الثالثة صار 95 سنتيمتر، بعدين 5 سنتي 5 سنتي كل سنة. حتى نبسط لمشاهدينا بنقول لهم إنه إذا وقت يروح على الروضة، وقت يروح على وقت ياخذوا له عن طبيب الاطفال مشان ياخذ لقاحاته، عم يقيس هو محيط الجمجمه وعم يشوف طوله. اذا لقينا نحن في عندنا مخططات منحنيات لكل عمر قديش لازم يكون طول، زينا نحن رفقاته يلي من عمره هو اقصر منهم، لازم نراجع طبيبنا باكرا ما امكن. يلي بنشوفه غالبا انه بيراجعوا الاطباء متاخرين، انه نحن ما صرنا بس يقرب لمرحلة البلوغ تقريبا. نحن رنا كل ما قربنا من البلوغ كل ما صار احتمال انه نساعده لطفلنا ولطفلتنا هو اضعف. اعتقاد خاطئ وشائع انه انا معي لسه ما صار 18، هبت ال 18، ما في هبات ورد. نحن في علاقة كتير بين البلوغ وبين الطول، يعني نحن في عنا بكل مفصل من المفاصل شيء اسمه غضروف أو مشاشة بنسميها، مشاشات عظمية. تماماً، هالمشاشة هي بتعطي عظم لجهتي المفصل. بيجي وقت الغضروف بصير عظم، بصير عظم بعد البلوغ بسنة ونص مو بسنين، يعني نحن عم نشوف بلوغ باكر أكثر وأكثر وتصلب مشاشات باكر. تماماً، وبالتالي ما عاد نقدر نساعد المراهق أو المراهقة. ما لازم ننتظر نحن لبعد البلوغ، يعني كل ما بكرنا افضل، كل ما كان افضل. طيب حتى نعرف انه نحن لازم نبكر، شو الاعراض اللي تنذر انه هذا الطفل سيكون قصير قامه ما لم نتدخل؟ شلون ننتبه؟ شو العوامل اللي بتاهب انه يكون قصير قامه؟ هلا في عوامل وراثيه بتلعب دور، اذا كان قطعه الام ناعمه قطعه الاب ناعمه، واحنا في عنا لهلا لسوء الحظ زواج اقارب، هذا بيلعب دور مهم. في عنا اضطرابات هرمونية، احنا دائما بكل فقرة بطلع فيها معكم انا بقول انه
لازم نعمل التي اس اتش اللي هو بيدلنا اذا في عندنا خلل بافراز الغده الدرقيه. كل 1000 طفل بيولد في عندنا طفل معه قصور درق خلقي. ونحن بنزعل كثير انه لهلا لسه ما بنعمل التحليل بشكل روتيني بكل بلدان العالم. لا ينطلب طلب لا ينعمل. بس بكل بلدان العالم ورد بتساوي تي اس اتش روتينيا بعد الولاده بالايام الاولى من حياه الوليد، وهذا لازم نساويه انه بياثر كثير خلل افراز الغده الدرقيه على موضوع الطول. اوكي. نحن اذا اكلنا مانو صحي لهلا بنلاقي انه في وجبات سريعه كثير، في فاست فود كثير. امبارح جايني طفل كانوا بكندا اهله وجايبينه ما بياكل طبخ ابدا، ما بياكل غير شاورما وبيتزا يعني كيف بده يطول هذا؟ قال هو لانه ما بيقبل ياكل غير هيك. بس نحن يعني ما عم يتغذى الولد يعني. نحن بدنا ننوع، بدنا نحاول نركز على الخضار الطازجه، على الفواكه الموسميه، وعلى الطبخ، وعلى بدنا نبعد عن الوجبات السريعه قدر الامكان. ما بدنا الشيبس، ما بدنا معجنات قدر الامكان، يعني الاكلات هي اللي بتعبي البطن ما فيها فيتامينات بدنا نبعد عنها. بعدين في اوقات خلل بهرمونات ثانيه، يعني نحن اذا طفلنا لقينا نايم كل الوقت، مانو صحيان، عنده بالمدرسه مقصر، كله هذا يعني بدنا نتدخل. راجع طبيبنا، وعلى الفحص السريري طبيبنا بيطلب التحاليل الهرمونيه اللازمه، وبالتالي بنصلح الخلل باكرا ما امكن. أوكي. تمام. طيب خلينا هون نوضح دكتور اليه التشخيص اللي بيتبعها الطبيب بهي الحالات. يعني احنا هون افترضنا انه الاهل راحوا لعند الطبيب باستشاره عم يشتكوا من احد الاعراض اللي ذكرناها، هون كيف تكون اليه التشخيص صحيحه؟ نحن اذا كان الطفل صغير بالعمر يعني بعيد عن البلوغ ما في داعي نعمل صوره. لهلا لسه بيعملوا صوره للكوع اليسار والكف اليسار باعمار صغيره، ما في هي ما بتعطينا. نحن داخلين بمرحله فيها يعني في عنا عجز مادي عند ما بدنا نتكلف كثير على شيء ما له طعمه. التي اس اتش برجع باكد تحليل كثير مهم. نحن هرمون النمو كمان ما له قيمه اذا عملناه اتريست. شو يعني اتريست؟ يعني بحاله الراحه. بده ينعمل ويتحرض بعد نص ساعه وبعد ساعه وبعد ساعه ونص، كمان مرهق للطفل ومكلف ماديا. احنا فينا نعمل شيء اسمه الاي جي اف 1 اللي هو استقلاب هرمون النمو، بيعطينا فكره. نعمل تعداد عام وصيغه حتى نشوف عنده فقر دم هالطفل ولا لا، بنشوف الحديد عنده، بنشوف الكالسيوم عنده، هي يوجهونا هالتحاليل اللي بدنا نساويهم. تمام. طيب وشخصنا انه فعلا في مشكله، خلينا ناخذ اول مشكله، مشكله هرمونيه. بس نقول لهم للاهالي هرمونات خاصه بالنسبه للبنات الصغار بخافوا. هرمون يعني بلوغ مبكر، يعني هاي البنوته رح تتحول الى امراه بس اخذت الجي اتش او اخذت التي اس اتش. انا رح اتدخل ورد واقول لك كثير بشكل كثير صريح، جي اتش اللي هو هرمون النمو ما له هرمون جنسي. شو يعني ما له هرمون جنسي؟ يعني ما بيسرع ولا واحد بالمليون البلوغ ابدا ابدا ابدا. هي بدنا نعرفها وبدنا نحطها بذهننا كلنا. هرمون النمو لا يسرع بالبلوغ، هرمون النمو لا يسبب العقم يوميا يوميا يوميا. بيجي على العياده انه دكتور انا ما بدي العب بهرمونات ابني، بيصير معه عقم بالمستقبل. ولا مره صار عقم عن طفل او طفله عم ياخذوا هرمون النمو. هرمون النمو موجود بالعالم من اكثر من 55 سنه، نحن بس يكون الدواء موجود من زمان نطمن. اذا دخل دواء جديد بدنا هلا مثلا لقاح تبع الكوفيد 19 تبع الكوفيد 19 عم تخوف منه شوي لانه بعده داخل جديد، بس هرمون النمو موجود بالعالم من 55 سنه. بعدين البلوغ الباكر، كنت عم تقول ورد انه بلوغ باكر، نحن بدنا نتدخل هون اذا في بلوغ باكر، لانه كمان بعد البلوغ اذا صار البلوغ ب 9 سنين ب 10 سنين معناتها ب 10 سنين و 11 سنه 12 سنه معطط والبنت سكر العظم. وحتى عند الشباب عم نشوف بلوغ باكر كثير مهم. شو بيلعب يعني عوامل كثير مهمه بلوغ الباكر؟ حراره الطقس، الاكل، وعدم الحركه. الرياضيين المحترفين يلي بيعملوا رياضه منيح بيتاخر بلوغهم انه عم يعملوا رياضه. بدنا نركز على الاكل الصحي، على الرياضه، هي شغله كثير مهمه، ونصلح الخلل وكل ما بكرنا. فإذا نعم. كلمة هرمون علاجي لطول القامة ما نخاف منها إذا كانت تحت إشراف طبيب. نحن عم نشوف طبيب اختصاصي أو استشاري بالغدد، رح يصلح هو الخلل، ما رح يلعب بالهرمونات.
يعني كلمة نلعب بالهرمونات، احنا بنزعل وقت الاهل يقولوا لنا ما بدنا نلعب بهرمونات طفلنا. هي بس هيك تخوفات مثل ما قال الدكتور واقاويل يعني الناس بتسمعها وجمل بتسمعها. طيب نحن هرمون النمو كيف بينعطى دكتور؟ يعني آلية العلاج بهرمون النمو، وهل نحن بنقدر نعطيه بعد بلوغ الطفل او الطفلة ولا لا؟ كثير حلو السؤال رنا. نحن اهم شيء ما يكون العظم مسكر. انا قلت الصورة مهمة كثير عند البلوغ، لانه اذا ما اجوا غير لعند البلوغ بدنا نتاكد. لو الدكتور امبارح اجت الدوره، بس اوقات في بنات تاخر عندهم الدوره وهي بتكون مكتملين، يعني طبعا. في تاخير بالدوره انه ما عم بيجي الطمس، ما عم يجي الدم، بس هن يعني بالغات. هون بدنا نعمل صوره للكوع اليسار والكتف اليسار. اذا العظم بعده فاتح، المشاشه بعدها غضروف، بنعطي هرمون النمو. هرمون النمو يعطى كل يوم او يوم يوم لا، بس اقل من هيك ما بنستفاد منه. هرمون النمو افرازه نبضي، بينفرز بالليل. يعني اذا ما اعطيناه نحن كنا قبل الازمه نعطيه كل يوم، ليش هلا نعطيه يوم يوم؟ لا، لانه مكلف ماديا. اذا بنقدر نعطيه كل يوم بيكون احسن. نعطي جرعه صغيره حسب عمر الطفل، حسب وزن الطفل. مساء قبل النوم، وسهل كثير اعطائه. تمام. بيسالوا كثير دكتور انه خلص اتس تو ليت، فات الاوان، ما عاد تطول بنتي او ما عاد يطول ابني. بيسالوا عن علاج جراحي، كسر عظم او زرع او طعم عظمي. نعم، في هيك حلول؟ ايه في حلول، هي فعلا موجوده بالعالم، بس هي للاقزام ورد. مو للي مقصر شوي بالطول. احنا شو بنعمل؟ بنعمل كسر وبنعمل نحط مباعدات، بنعمل مباعدات، وبالتالي بصير بيطلع عظم، بيتحرض نمو النسيج العظمي لبين ما يلتحم، وبنبعد نحن مثل التقويم. تماما. بس هي بنعملها لانه بده يصير نقطه ضعف موجوده، وبده يعني بده نقاها طويله جدا. يعني نحن بنقول هي الفكره بس لل، نحن ليش بدنا ننتظر لحتى يصير نوصل لهالمرحله؟ تماما. نحن طالما في قدامنا حلول، نحن عم نقول لكل مشاهدينا هلا، كلنا عم يشوفنا على قناه سما هلا وشايف انه ابنه مقصر او بنته مقصره، يراجعوا طبيب اطفال باكي او طبيب غدد باكرا ما امكن، وبالتالي في عندنا حلول. تمام. طيب خلينا بنهايه الفقره دكتور نعطي نصيحه للاشخاص اللي عم يتابعونا، مثل ما قلنا الاهالي اللي هن منتبهين على اطفالهم باعمار صغيره او حتى بمراحل عمريه شوي كبيره، اذا هن منتبهين لاعراض معينه بقصر قامه، شو لازم يعملوا؟ وين لازم يتوجه؟ بدي اقوله رنا انه كل اذا كان الطفل عنده مشكله معينه صحيه، اذا ما صلحنا المشكله، اذا الطفل عنده اسهالات متكرره رح يصير عنده قصر قامة مستقبلي، إذا عنده ربو غير معالج بشكل مضبوط، عنده سكري غير مضبوط بشكل جيد، أي مشكلة عضوية عنده الطفل رح تأثر بشكل سلبي مستقبلاً على طول الطفل. بدنا نضبط أموره. الإسهالات عند الأطفال شائعة لأنه نحن عم ناخذ كثير أنتيبيوتيك وصادات حيوية، عندنا ثقافة إعطاء الصادات الحيوية الخاطئ، دواء الالتهاب فوراً. أنا أعطيته أوغمانتين، اعطيته حبه لونها زرقاء، اعطيته الحبه لونها الصفراء، اعطيته، هذا كثير غلط. نحن اذا طفلنا ارتفعت حرارته، العكس، الحراره هي خط دفاع اول عند الجسم عند الطفل، ما بنعطيه شيء، بنعطيه خافض حراره سيتامول وبناخده لعند طبيبنا. اذا انتظرنا يوم يومين ما لنا مشكله، بنخلي خط الدفاع الاول اللي عند عنده يتحفز ويتحرك. يعني في عندنا ثقافات خاطئه، وبالتالي نحن بنعالج، يعني بدنا نعطي شيء، نعطي الفلورا المعويه لطفلنا حتى تحسن الفلورا المعويه تبعه. بنعالج الامور بشكل الربو، بنعطيه مثلا شيء لازم نعطى، بنبعد عن المحسسات، وبالتالي امورنا بتكون منيحه. بالسليم. تمام. ما ضل غير نتشكرك كثير دكتور، ونتمنى الصحه والسلامه لكل الاطفال اللي عم يتابعونا ولاهاليهم. شكرا كثير لوجودك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا وريد، شكرا رنا، وشكرا لمشاهدينا على السماع. اهلا وسهلا فيك دكتور. مشاهدينا، طريقه التربيه هي اساس تكوين شخصيه الطفل، لهيك من الضروري الاهل يدققوا على كل تصرفاتهم، ويمكن ينتقوا بعنايه الكلمات والعبارات يلي بيقولوها للطفل، لانه الطفل اسفنجه، شو ما سمع بيمتص، فمن الممكن خروج بعض الجمل يلي رح تاثر ايضا على ثقه الطفل بنفسه وتحبطه بشكل كثير كبير. شو هن الكلمات اللي ممكن تكسر بخاطر الطفل اللي لازم نتجنبها؟ رح نعرف بهالإنفوغراف.
يعني على طول بنسأل حالنا وبنسأل كل الطلاب وبنسأل الناس الأكاديميين والعمليين، الجانبين الأكاديمي والعلمي لما بيجتمعوا بيكونوا وصفة التفوق الأكيدة بأي مجال. ولكن السؤال التحدي بيكمن بأنه إذا كانوا هالطريقين متاحين أمامنا وقررنا نمشي فيهم بتوازن، وفي حال ظروفنا دفعتنا باتجاه اختيار واحد من هالطريقين يا الأكاديمي يا العلمي، شو منختار؟ شو بتختاري رنا؟ إذا بدي أختار بيناتهم؟ لا أنت جمعتي الاثنين. أنا جمعت الاثنين يعني، لكن عم نحكي أنا ورد تحت الهواء أنه ما أنا سهلة الواحد يكون عم يدرس وعم يشتغل. أكيد بقول يمكن مع الدراسة لازم يكون في شغل بس يكون بسيط، يعني إذا الواحد حابب أنه يشتغل هو فعلاً بيعطي كتير يعني هيك خبرة خلينا نقول وثقة وكل هاي الأمور، ولكن صعب صراحة يكون شغل بدوام كبير وكل هاي الأمور صعبة أكيد. تمام. هذا سؤال حلقتنا لليوم ورد اللي سألناه لمشاهدينا وطرحناه عبر صفحتنا على الفيسبوك، بيقول برأيك شو الأهم، متابعة الدراسة أم الدخول بمجال العمل؟ عفواً. وكمان أكيد كاميرا صباح الخير نزلت للشارع السوري ورصدت آرائكم بهذا الموضوع، رح نشوف شو كانت آرائكم. برأيك شو الأهم، أن الواحد يضل عم يدرس يتابع دراسته ولا لا يبلش شغل؟ لا يضل الدراسة أهم من كل شيء يعني. الشغل إمتى؟ نخلص دراسة صح لنا شغل ضابط هيك بالعطل الصيفي هيك نبلش شغل. يعني ما في مانع أنه يكمل دراسته ويشتغل اثنين سوا. اثنين؟ إيه. بيقدر يعني بيوازن بينهم؟ هلا بيقدر حسب هو استطاعته يعني، طبعاً إذا ما يكون الشغل يومي. إذا شغل يومي بده يدرس أكيد صعب، بده يحدد بده ينسق بين دراسته، بس طبعاً دراسة أهم. ترجع على الشخص ذاته إذا هو بيحب يدرس يكمل عنده شغف بالدراسة أو بيحب المهنة. أنا بلاقي إنه الواحد يشتغل يعني اكتفى بالدراسة خلص. لا أنت عم الدراسة أحسن، إنه في نتعلم يعني بتفيدنا المستوى بعدين. لا تابع دراسة. طب لأي عمر ممكن توقفي دراسة قولي لا لازم أشتغل؟ بعد الجامعة أكيد يخلص جامعته. انتي مانك انه معي ضل عم يدرس حتى بعد الجامعة ما يشتغل ولا لا؟ لا لازم يشتغل كيف بدي يشتغل. يعني هذا الموضوع الشغل الشاغل لكل الناس عم يدرسوا بعلوم الإدارة، انه بيتخرج الطالب اليوم بيدخل على سوق العمل وما عنده خبرات وبيشوف صح. كل شيء درسه بالجامعة هو أكاديمي ونظري بحت بنسبة كتير كبيرة. الدراسة والعمل أمرين لابد منهم لصنع مستقبل وشخصية الإنسان، وكتار بيحتاروا وما بيعرفوا أيمت لازم يبلشوا شغل وقدي بدهم يضلوا عم يتدربوا ويدرسوا ويكتسبوا مهارات أكاديمية جديدة حتى يكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل. لهيك منلاقي كتير من الناس بتدرس وبتشتغل بنفس الوقت. اليوم رنا رح تخبرنا بخبريتنا لليوم عن فوائد العمل بالتزامن مع الدراسة. يعني أكيد ورد الدراسات والمختصين ما تركوا يمكن شيء إلا وحكوا، فحكوا أيضا المختصين ونشروا عدة مقالات عن هالموضوع واعتبروا فيها أن العمل أثناء الدراسة ممكن يكون قرار صائب ممكن يتخذه الطالب، وهالشي بيرجع برأيهم لخمس أسباب مهمة رح نخبركم إياها. السبب الأول دخول عالم العمل بوقت مبكر بيخليك تتأكد أنك اخترت الوجهة الصحيحة بمسارك الدراسي، وممكن يوفر لك دخل أيضا يساعدك بتغطية احتياجاتك المادية دون الحاجة للاعتماد على أهلك أو أي شخص آخر. ثانيا الخبرة اللي رح تتلقاها خلال الدراسة والعمل سوية بتساعدك بالعثور على وظيفة بشكل أسرع، وخاصة أنه أهم متطلبات التقدم لوظيفة بالوقت الحالي أنه يكون عندك خبرة بالمجال لمدة سنة أو أكثر. ثالث سبب امتلاك دخل مالي خاص فيك هو الخطوة الأولى لتصير مستقل، حتى ولو كان الراتب بسيط رح تشعر بسعادة وأنت عم تقبض راتبك الخاص وتشتري ولو بعض الأشياء يلي بدك ياها. رابعاً لازم تعرف أنه تكون موظف جيد وسمعتك طيبة بين الوسط المحيط فيك أهم من حصولك على وظيفة، لأنه هذا الشيء بيخولك تحصل على وظيفة مستقبلية بدون مشاكل. خامساً وأخيراً العمل أثناء الدراسة هو بمثابة تحدي كبير للطالب وأفضل تجربة ممكن يخوضها من أجل حياته العملية، لأنها بتمنحه ثقة بالنفس والقدرة على تحديد توجهاته المستقبلية بحال قرر أكيد يفتح مشروعه الخاص، فالخبرة اللي اكتسبها بتساعده على خوض التجربة بنجاح. شو رأيك؟ ضيف سادساً أنا مع الشغلة ضيف سادساً كل اللي حوالي بيعرفوني بقولها على طول. سادساً
كتير بغص قلبي أنا لما بلاقي شاب عمره 21 أو 22 عم يمد إيده للبابا أو الماما يقول لهم درسوني اليوم وتحملوا أعباء دراستي ودفعوا لي قسط الموازي، أو اليوم في جامعات خاصة. هاي الموضة يعني أنه أوكي تفتح باب لتحقيق حلم الطفل وأهله، أو ما بدي أقول طفل، الشاب وأهله أو الصبية وأهله، ولكن ملايين اليوم. فما بالك أنه عمري 23 و25 ولسه أهلي عم يصرفوا علي لا أدرس. على كل حال بعد ما تعرفنا على رأي المختصين بهالموضوع يلي اخترنا هاشتاج الحلقة لليوم، رح نشوف شو خبرتونا بالكومنتات على صفحتنا على الفيسبوك ونستعرضهم بهالمادة. يعني يمكن بعيداً عن كل هاي الأمور اللي عم نحكي فيها، أكيد ذاك الرياضة بتنفس شوية عن كل الضغط والدفع. يعني هيك عم نحكي أنا ورد عن جد قديش اليوم سقعة. الرياضة أكيد هي كلمة السر لتقدر تأدي عملك أو دراستك بأفضل صورة. رياضة الصباح صارت جاهزة. يسعد صباحكم، معكم الكوتش نار من أبتو سبورت أكاديمي. اليوم حناخد مجموعة تمرين كارديو لحرق الدهون. أنا حعمل التمرين منفصل عن بعضه، وإن أنتوا رح تعملوا هدول التمرين بالنظام السيركت، يعني رح نعمل كل التمرين وراء بعضه، وبس نخلص مجموعة التمرين بناخد راحتنا اللي هي دقيقة واحدة، بعدين نرجع بنكمل الجولات اللي عنا. رح بلش أنا بأول تمرين، حيكون عنا جامبينج جاكس. وبنريح بنروح على التمرين يلي بعده، نعمل جامب على الستيب. هناخد وين ستيب فوق والتاني حتكون جامب. اجين وين ستيب وين جامب. بدل على الرجل الثانية جامب. عشرة حريح، انتو حتعملوا 20 ب20، انا عم بعمل 10 كمان الوقت. رح بل بعد الاستيب على جنب واخذ تمرين يلي بعده. رجلي اليمين هون هنزل فيها تحت جنب على الطرف الثاني ده. ظهري مشدود، صدري مشدود. ساعة 10، انتو حتعملوا 20 أو 30 ثانية. رح انزل انا عن مات لتحت. هنعمل ماونتين كلايمر على الارض من هون نيز اب. عشرة وروح التمرين يلي بعده على نفس البوزيشن يلي احنا فيه، ولكن هاي المرة رح افتح وسكر رجلي لبرا. حريح، مثل ما اتفقنا حنرجع نكرر التمارين كلهم ورا بعضه لحتى نخلص المجموعة كاملة، وبعدين فينا ناخذ دقيقة راحة. وهيك بنكون خلصنا تمارين اليوم. حتكون كتير متعبة وكتير مجهدة، ولكن النتائج رح تكون كتير حلوة. و
وبفقرة ما الطبية التجميلية لليوم رح نسلط الضوء على موضوع الابتسامة المثالية وتصميمها، فشو شروط الحصول عليها وشو التقنيات الجديدة يلي عم يتم تطبيقها بالعالم هالأيام. رح يخبرنا التفاصيل دكتور سومر من مركز باسكوال للتجميل. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك معنا وصباحك يا رب. يعني مصطلح تصميم الابتسامه ما كنا نسمع فيه من قبل، يعني كنا نعرف العالم تروح لاغراض طبيه اغراض صحيه اكثر، اليوم العالم كمان صارت تهتم بانه تكون الابتسامه صحيه ولكن بنفس الوقت تكون حلوه للنظر وللعين. شو بنقصد بتصميم الابتسامه؟ هلا موضوع تصميم الابتسامه هو عباره عن برنامج جديد، عباره عن سوفت وير على اللابتوب، ممكن ناخذ بجلسه التشخيص اللي هي الجلسه الاولى اللي بيجي فيها لعنا المريض على مركز باسكوال، ناخذ عباره عن صور فوتوغرافيه عباره عن مجموعه 12 صوره بنحطها على اللابتوب لحتى نحن نتخيل شكل الاسنان كيف رح تطلع عنا بالمرحله النهائيه. تمام. بيأملنا هو تناسب حجم الاسنان طولها وعرضها، قديش لازم يبرز من السن، كيف رح تكون شكل الاسنان، ونحن بهالتصميم ممكن نستفاد انه نفرجيه للمريض كيف رح يكون في عنده تصور كيف رح يطلع شكل اسنانه. ونستعين فيها بانه نحن نرسلها للمخبر انه هذا التصميم اللي نحن اعتمدناه لحتى يصممنا اياهم فيما بعد. حلو كتير، يعني نحن اليوم قبل ما نغامر ونبرد الأسنان ونصمم السن بنقدر نشوف تصور مبدئي أو مطابق 100% كيف راح يطلعوا أسناننا مع أبعاد الأنف، مع أبعاد العيون، مع تقطيعات عظام الوجه. طيب شو اليوم اللي بيميز مركز باسكوال عن غير مراكز بموضوع إعطاء النتيجة المثالية؟ شو التقنيات المتبعة، فينير لومينير أو حتى تبييض بالعيادات؟ هلا نحن الصراحه بمراكز باسكوال دائما لما بيجي المريض لعنا اول جلسه بتكون هي عباره عن جلسه تشخيص، بنفحص اول شيء الحفره الفمويه بشكل كامل، شو في عندنا نخور، شو في عندنا معالجات سنيه لازم ننفذها قبل ما نتوجه للمنطقه الاماميه اللي هي منطقه الابتسامه. بعد ما ناخذ الصور اللي حكينا عنها صور الفوتوغرافيه بنعمل طبعات اوليه لحتى نصبها بالجبس، وبعدين نقدر يكون في عندنا صار اسنان المريض موجوده لحتى نقدر نحن نحضر عليها ونشوف. نجتمع كفريق اخصائيين، اخصائي المداوات الطبيه واخصائي الجراحه، مو بس اخصائي التجميل، لحتى نطلع بالنتيجه الامثل فيما بعد لحتى نقرر شو هو الخيار العلاجي الانسب للمريض، ان كان فينير او فول كراون اللي هن الهوليوود سمايل. تمام، خلينا شوي نوضح الفرق دكتور سومر بين هي التقنيات. يعني بنسمع في عالم بتقول لك انا رحت عملت لومينير او رحت بسموها العدسات يمكن بحطوها على العيون، عفوا على الاسنان، فخلينا نوضح شوي الفرق بين هي التقنيات الجديده المتبعه. هلا بالمسمى هي التنتين هن او جميع التقنيات هي عباره عن هوليوود سمايل، الفرق بيناتهم انه الفينير او العدسات هي عباره عن قشر وشور خزفيه تنوضع على الوجه الامامي فقط للاسنان بدون سحب عصب، نبرد طبقه رقيقه فقط من المينا حوالي 3/10 لل 5/10 من المليمتر للسطح الامامي من السن، وبعدين نلصقها بالمرحله اللي بعدها. هلا الشيء اللي كثير منيح هو انه الاجراء كثير محافظ، نحن بنضل بطبقه المينا، سماكه البرد عم تكون قليله بدون سحب عصب، وجماليه هي المواد الخزفيه بتكون عاليه جدا كونها مواد متطوره فيها شفوفيه وفيها تفاصيل تشريحيه كثير حلوه بالمواد الجديده. تمام، يعني المواد الجديده صارت تراعي ابعاد السن، صارت تراعي قديش هو مماثل للاسنان الطبيعيه، تدرج اللوني فيه. طيب مين بتقول له انه اوكي انا فيني اطبق لك فينير، ومين بتقول له انا بعتذر خلينا نروح لتقنيه ثانيه؟ شو الشروط اللي انت بتحكم فيها دكتور انه هذا المريض جاهز ليعمل فينير؟ هلا اللي بهمنا اكثر شيء نحن نعرف اول شيء رغبه المريض، شو حابب يعمل، شو هو المزعوج منه اكثر شيء، اذا كان في عندنا مثلا موضوع صفه الاسنان جيده بس بحب انه يحسن لون الاسنان، نتجه نحو اجراء طبيب الاسنان ان كان الليزر او العياء او المنزلي. اذا كانت صفه الاسنان او كان في عندنا فراغات نتجه دائما كمان نحو الاجراء المحافظ اكثر اللي هو العدسات، عدسات الايماكس. اما اذا كان في عندنا اسنان كثير متهدمه او بدها تصحيح محاور كثير ممكن نتجه نحو الفول كراون. هذا دائما مثل ما حكينا عنه بجلسه التشخيص بيكون عندنا دراسه كامله للحاله، قديش بدنا نبرد، قديش بدنا نسحل من الاسنان لحتى نصفها ونرصفها بشكل مثالي. تمام. طيب من بعد ما نحن صممنا الابتسامه وتم الاتفاق على الاجراء اللي هو بده يكون متبع، شو بينطلب هون من المريض؟ يعني في اجراءات معينه قبل تطبيق الاجراء التجميلي، وفي شيء كمان بينطلب من المريض بعد تطبيقه؟ هلا دائما نحن بهمنا الصحه الفمويه، يعني بشكل عام لازم يكون الفم جاهز حتى يستقبل هاي التعويضات لحتى نضمن نحن ديمومه التعويض فيما بعد. دائما بهمنا موضوع الصحه الفمويه، اذا كان في عندنا التهابات باللثه
او اذا كان في عندنا خراجات او مشاكل لازم نحلها قبل ما نركب نحن التعويضات يلي اخترناها فيما بعد. وبعدين لحتى نضمن كمان ثبات هاي التعويضات بيتم المريض لازم نعطيه موضوع كيف لازم يعتني فيها، كيف لازم ينظفها، موضوع تفريش الاسنان واستعمال الخيوط بين السنيه لحتى نحافظ على هاي التعويضات لاطول فتره ممكنه. تمام. طب دكتور، احيانا عم يكون في فقد باحد الاسنان او كسر باحد الاسنان او حتى من بعد ما ركبنا عدسه الايماكس كمان عم يكون في كسر او نخور او خراجات، كيف بيتم التعامل مع كل هالحالات؟ هلا دائما نحن مثل ما حكينا جلسه التشخيص ودراسه الحاله هي اهم جلسه لحتى نحن نتجنب هاي المشاكل فيما بعد. يعني نحن اذا ما كان في عندنا سماكه كافيه للقشور ممكن نتجه نحو الفول كراون او التاج الكامل لحتى ما يصير في عندنا كسر لاحق لهي التعويضات. موضوع ثاني عندنا هاي، بس انا بقصد انه ممكن يكون في زرعات بمركز باسكوال طالما في لبيه وجراحه. دائما موجود كل التقنيات هي بمراكزنا. موضوع زراعه الاسنان ايضا متوفر بجميع المراكز، هو عم يحل مشاكل كثير من فقد الاسنان افضل من انه نتجه نحو الجسور اللي كانت موجوده سابقا. كانت تنعمل من قبل، صحيح. طيب دكتور سمر، بختام فقرتنا شو فينا نعطي نصائح وارشادات للاشخاص اللي عم يتابعونا واللي حابين يعني هيك يعتنوا خلينا نقول بصحتهم الفمويه اكثر وباسنانهم؟ نحن بننصح كل المهتمين بموضوع تجميل الابتسامه بزياره مراكزنا ان كان بمدينه حمص مؤخرا او بمدينه دمشق او بطرطوس لحتى يحصلوا على افضل النتائج، مو بس بمجال تجميل الاسنان، بتجميل الوجه ان شاء الله بكل الاختصاصات ان شاء الله يا رب. حضرتك جايه من حمص بمركز باسكوال بحمص واللي هو مركز عم يلاقي كثير اقبال وعم يلاقي كثير هيك رضا من الزبائن بعد ما يطلعوا من عندكم. بدي اتشكرك كثير، تحياتنا لكل اهالينا بحمص. اهلا وسهلا فيك. شكرا. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. مشاهدينا، عاده ضروري يمكن نحافظ عليها بشكل يومي، ولكن الاهم نعرف نعملها صح ولحتى نتجنب سلبياتها. اكيد تنظيف الاسنان وشو هي ابرز الاخطاء الشائعه اللي بنرتكبها خلاله. رغم أن معظم الأشخاص بيحافظوا على تنظيف أسنانهم بانتظام، إلا أنه ممكن تتسلل إما من باب العادة أو الكسل بعض العادات الخاطئة أثناء تنظيف الأسنان. تنظيف الأسنان باستخدام الخيط أمر ضروري للوقاية من التهاب اللثة وحماية الأسنان من التسوس يلي بتسببه بقايا الطعام يلي ما بتصلها فرشاية الأسنان. الكتار بيعتقدوا أن الفرشاة ذات الشعيرات القاسية أفضل، إلا أن أساوتها وحركات اليد العنيفة على الأسنان بتسبب تآكل المينا، نزيف اللثة وتراجعها مع مرور الزمن. لازم نبتعد عن تحريك الفرشاة للأعلى والأسفل بشكل ممكن يسبب تراجع اللثة، ونقتصر على الحركات الدائرية والأمام والوراء، وننتبه على اختيار معجون أسنان مزود بالفلوريد لحماية مينا الأسنان. تنظيف الأسنان بعد الأكل عادة غير صحيحة، لأنه مينا الأسنان بتكون أكثر تراوة وقت تتعرض لأحماض الطعام، وبتحتاج بعض الوقت لتسترد صلابتها، ولهيك بينصح بتنظيف الأسنان بعد انقضاء نصف ساعة من الأكل. حظوظنا وأبراجنا وشو مخبلنا الفلك ببداية هالأسبوع الجديد مع مدام نجلاء أباني. صباح الخير يا مدام. صباحك خير. صباح الخير يا ورد. صباح الخير يا رنون. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، أيامكم سعيدة، مرتاحين ومبسوطين. اليوم 23/1/23 كانون الثاني، تمنياتي لكم بالسعادة. طبعا المشتري كوكب الحظوظ السعيدة إلى جانب زحل اللي بيعمل جزء من إرباكات عائلية أو تغييرات عائلية، إلى جانب عطارد للسفر والأوراق، ثلاثة في برج الدلو، طبعا إلى جانب الشمس. المريخ ما زال متقدما في موقع معاكس لأنه ببرج الثور، هذا عم يخلق بعض الاستياء أو العنف أو بعض المضايقات بهي الفترات، وعم يعمل قصص صحية ممكن تكون مصدر مضايقات لمولود برج الأسد، لمولود برج العقرب ومولود برج الدلو. هالأبراج لازم ينتبهوا صحيا. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، لليوم على وشه ابتسامة التفاؤل، يوم أفضل بكتير، أو صلوا 3-4 أيام مرتاح بالمجمل، في تواصل
في امور بلشت هيك انت تعملها، تمثل علاقاتك بالاخرين، تتصل باشخاص لك زمان ما شفتهم، عندك طاقه حيويه انجاز لامورك. مولود برج الحمل وانت اقوى اليوم بمواجهه الطوارئ اذا صارت. ما زالت الزهره في برج الجدي عم تعمل لك بعض المضايقات، يعني شوي من عاطفي شوي من مالي، بس الامور ماشيه اليوم. مولود برج الثور غالبا عم ترتب امور ماليه، وغالبا هذا الشهر بوجود عطارد في برج الدلو بالشهر الماضي كله كان متعب ماليا، صرفك اكثر مما يجب واكثر مما انت حاطط ببالك، مشاريع جديده، زياده بالمتطلبات، نوع من انواع المصاريف الزائده او الاضافيه، قصص العلاقه بالواجب، قصص العلاقه باعطال، كل واحد حسب وضعه. بس اعتقد انه السيوله ليست حولك في هذه الايام، وغالبا مولود برج الثور عم بيناقش ببعض الامور الماليه المهمه. هلا انا بدي انتبه صحيا بالنتيجه، هذا اللي شوي بيهمني، المال بيروح وبيجي مثل ما بيقولوا. هاي الايام للافراح لمولود برج الجوزاء بالحدود الدنيا للفئه بكير، للنقاشات الهادئه لحتى ترتب امورك لتاخذ قرارات. ما بعرف اذا ميال اليوم الجوزاء بين اليوم وبكره بوجود القمر ببرجه انه يغير شيء بشكله بحياته، يشتري شيء من الثياب، يعمل شيء قصه ايجابيه، بس غالبا الامور العائليه بالنسبه لك جيده، عم ترتب امورك كما تريد، ويوم فيه طاقه حماس وابتسامه. لا تدخل بشجارات اليوم مولود برج السرطان، انت حساس متسرع نكد كالعاده، منفعل يمكن، حساسيته زايده، معرض اليوم للمواجهات والامور ليست في افضل حالاتها، لذلك بدك تروق علينا شوي، تحاول انه حتى لو في حدا تدخل بشؤونك او ضغط عليك شوي او سمعك شي كلمه مانا كثير مريحه، حاول ترد بطريقه هادئه. عموما يوم جيد لعزيزنا مولود برج الاسد، خاصه اجتماعيا، انت الافضل اجتماعيا، وعم بتلاقي صيغ تفاهم اليوم بينك وبين محيطك، صداقات جديده، تعارف، استعاده علاقات سابقه صار لك زمان يعني ما تعرفت على ناس جدد، عندك مجاملة اليوم ترضيك وتسعدك مولود برج الأسد، عم تقبل دعوة يمكن لما تشمل، نوع من أنواع التسالي، سفر إذا وضعك يسمح، كل واحد حسب وضعه، بس الأمور إيجابية. الأكثر تعباً اليوم هو مولود برج العذراء، وانتبه من انفجار في أي لحظة، انفجار عصبي أنا قصدت، بكلمة غير مقصودة، برد فعل غير محسوب، يعني الأمور بكتير كتير بأريح حالاتها. هو هاليومين فيه نوع من أنواع الإرباك أو وقت صعب ممكن يعيشه العزراء، يعني لا تتوقع من نفسك ما لا تستطيعه، ولا تتوقع من الآخرين الكمال، لأنه أنت أميل دائما أنك تظن أنه دول الآخرين لازم يتصرفوا مثلك، هنا الواقع الأمر ما بيتصرفوا مثلك، وهذا الشيء ممكن يضايقك اليوم، يوديك اليوم لكلمة صريحة أو رد فعل متسرع. مولود برج الميزان، الكون اليوم ماشي على مزاجه، مع انه الكون ما بيمشي على مزاج حدا، بس اليوم بالذات الامور بقاله جيده، قادر يوصل لهدفه، يعمل اتصالات، علاقات، تواصل، اليوم هو اريح عموما بكل على كل الاصعده، خاصه اجتماعيا، نقاشات عائليه ربما مؤيده، انت اقل حديثا وفعالا اكثر مولود برج الميزان، يمكن عم بتشارك الاصدقاء، الزوج، الزوجه، يعني بعض النشاطات الإيجابية. العقرب كمان أموره جيدة خاصة ماليا. هلأ ما بعرف اليوم سبت، يفترض لا في قبض ويفترض ما في دفع، قاعدين بالبيوت، بس القصة اليوم فعليا مولود برج العقرب أخذ مال، أخذ طابع ترتيب للشؤون مالية، عم تقدر تصل لنقاط الاختلاف بينك وبين الآخرين، والحياة يوم فيه اهتمام أو محبة أو عم بتضحي بوقتك بطاقتك للصالح العام، أهلك، أسرتك، عيلتك، بنايتك، جيرانك، حارتك، يعني الأمور اليوم جيدة، أنت تسعد مع من تريد. عزيزنا مولود برج القوس، أنت أكثرنا تعباً، يمكن لأنه أكثر حد عنده تأجيل، هلأ صار لك يومين ثلاثة مكركب شوي صحياً، اليوم يعني الأمور أفضل صحياً، أكثر استقراراً، لكن أنا بظن أنه اليوم في خيبة أمل، مثل كأنك عم تنتظر قصة ممكن تتأجل، مثل كأنه عم تنتظر شغلة مانا كتير مريحة، يعني لا تكن متسرعا اليوم، وخاصة يعني مع الأشخاص المهمين لألك بحياتك، اليوم في نوع من أنواع الصدام محتمل مع الآخرين.
اي فايق من بكير مولود برج الجدي ورايح على شغله، عنده قصص لازم ينجزها، مع انه انا بظن القصص الصحيه شوي بتعني له اليوم، بس بالمجمل يوم فيه شغل كتير، مع انه اليوم شوي متعب. مولود الجدي ما كتير له خلق، يعني هو اليوم ما له خلق اكثر ما انه يكون متعب جسديا، مع انه ممكن يحتاج له اليوم يعني حبه مسكن. الراحه قليله والعمل كثير. الدلو اليوم الامور بالنسبه له العلاقه بانه مؤثر على الاخرين، قادر يكون مفهوم مسموع الصوت. احد الايام الجيده لتكون ناجح وسعيد، خاصه بعلاقاتك، باتصالاتك، بقصص العلاقه، بجهود عم تنبذل لترتب امورك. في سعاده اليوم حوالين الدلو، والامور بالنسبه له ايجابيه، وربما في انجاز على الارض يسعدك. حوت الان عائليا ما كثير مبسوط، يعني عم تاخذ وبتعطي مع ناس حواليك، ما بعرف اذا ام اب اخت اخ، قصص العلاقه باحد الاولاد. متضايق من امر عائلي، خيبه امل، نوع من انواع الكذب، مثلا حد عم يكذب عليك، نوع من انواع الهفوات الصغيره اللي اليوم انت عم بتكبرها وعم بتظنها قصه مهمه. هلا بالتاكيد اليوم نقاشاتك مولود برج الحوت رح تزيد الانفعالات، ما رح تنقصها. مولود 23، كل عام وانتم بخير. انت اقل انغلاقا واقرب الى عالم الاجتماعيات. مولود يلبي الدعوات، محب للسهرات، متفائل بطبعه، محب للعائله، يسعى لان يكون مثقفا واسع الاطلاع، يحارب الظلم والمظلومين، معتقداته دائما تخصه لوحده، ما كثير له علاقه بالمجتمع، محارب ذكي لين مع شعره حلو، دبلوماسي. عموما سنه مهمه بالنسبه له، لمساعدات، لامور عمليه، امور ماليه، قصص ممكن تكون العلاقه بارتباط، والفتره هي ايجابيه وجيده لترتب امورك كما تريد، خاصه هالثلاث اربع شهور كوكب الحظوظ السعيده يتمشى في برجك. على 18:45 رسائلكم. اكيد حنان بنت روعه 95، ماليا، عمليا، نفسيا. انت عم تساليني ماليا منيح كثير، عمليا ونفسيا ليس منيح كثير. الامور ليست الافضل يا حنان، على الاقل بالامور النفسيه هي سنه فيها شيء صحي ما كثير مريح، فيها شيء انت مانك راضيه عنه. شغلك كثير، والشغل الكثير رح يجيب مال كثير بالمجمل، ليس من عمل بدون اجر عموما. بس السنه اميل انا اقول للعمل والمال اكثر من الامور النفسيه او الصحيه. يزن محمد، سنة جيدة دراسياً يا يزن، بس ما كتير الأريح عاطفياً. إذا بدنا نحكي عن عاطفياً فأنا أرجح من بعد الثامن، هون تدخل بقى على السنة العاطفية الأفضل. أما هاي الفترات فهي للدراسة، لبذل الجهود، لتطلع بإنجاز على الصعيد الدراسي. ماريا مولدة 86، ماريا سنة مختلطة، ليست الأفضل وليست الأسوأ، بس إذا عم نحكي عن تغييرات فرح تكون بفترات الربيع والصيف. هاي الفترات عاشي حالة، في شيء بمر إيجابي. هلأ الشهر القادم ما كتير مريح على كل الأحوال، الثالث بيجي منيح، يعني رح يجيكي شهر هيك شهر هيك يا ماريا. ميران 2023، ما بعرف لسه ما ولد على كل الأحوال ميران. يسعد صباحكم وتضلوا دائما بخير. ضلي دائما بخير، حبيت هاي الموضوع. شفت وقت بيطلع مسجات غلط مثلا. انتبهوا على التاريخ يا مشاهدينا حتى ما تضطروا تعيدوا المسج مره ثانيه. شكرا كثير، يسعد صباحك. شكرا كثير لك مدام نجلاء. يعني رح نروح نشوف الغريبه والبرازق مع الشيف سناء، كيف هيك؟ رح تقدم لنا اياهم بشكلهم النهائي، الريحه بتشهي عن جد. تمام، هلا عندنا البرازق والغريبه خلصت، دائما هيك بنحط لمستنا شوي. اليوم ما عندنا زيت وما عندنا بقى، بس هيك حبش شويه فستق حلبي، يعني دمشق. دمشق العاصمة السورية معروفة بالحلويات، تفوقت على كل مطابخ المحافظات يمكن، وحتى على كل مطابخ الدول المجاورة بالحلو. تمام. كل حدا جاي على الشام بيوصوا على برازة، لازم يوصيهم على برازة. شكرا كثير. شكرا كثير لك سيف، سلم ايديكي. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، ان شاء الله بداية اسبوع حلوة وموفقة للكل. اكيد نلقاكم بكره 9:30 الصبح ان شاء الله يا رب. نسمع اخبار تحسن الكهرباء، تحسن المازوت. مشاهدينا كلهم رافعين ايديهم، رافعين الدعاء. امين امين يا رب، النا ولا لكم، تبقوا بألف خير.